يقول السائل: رجل قام من النوم وشرب ماء والأذان الثاني يؤذن، ما حكم صيامه؟ إذا كان الأذان على الفجر فصيامه غير صحيح، عليه القضاء، يعتبر صيامه إمساك بقية اليوم، ولكن لا بد من القضاء لأنه مضى جزء من النهار وهو مفطر، فلا بد من القضاء إذا كان الأذان على طلوع الفجر. نعم.